خلينا نبدأ من، مش هقول بقى اللي فات لأن اللي فات ليس الأفضل، يعني خلاص اللي فات ليس الأفضل فأنا عايزة سكيبت. خلينا نبص لمباراة القطن الكاميروني التي لا تقبل القسمة على اتنين. أنت ما عندكش رفاهية أبدا غير أن أنت تفوز، تركز عشان يبقى بطاقة الصعود لربع النهائي. خلينا نبدأ من هنا. زي ما قلتي خلاص، ما هي فيها، هي مالهاش يعني حسابات. ده برضه سؤال مالوش مالوش. لا لا لا، له اجابه. النبي حضرتك رزق واسع معانا والله ما شاء الله. لا لا، انا قصدي ان هي خلاص فعلا ما فيش حسابات، يعني ما فيش بقى ان احنا نعمل ايه، لا هو لازم نكسب، ما فيش اي نتيجه ثانيه. وللاسف يعني مش هتكلم في اللي فات، بس هو اللي فات كان هيدينا رفاهيه ان انا يبقى مصيري في ايدي. انا دلوقتي مصيري مش في ايدي كده، الامور بالظبط. انا اللي في ايدي ان انا اكسب الماتشين واستنى. بالمناسبه الحكايه متوقفه فقط على ان احنا نفوز في ماتش القطن الكاميروني، ولا برضو في حسابات تانية تخص الهلال وتخص سان داونز؟ ما انا بقاش كده بقول الحكايه، وانا مصيري مش في ايدي دلوقتي. انا مصيري في ايدي ان انا اكسب الماتشين، انما لو الهلال كسب سان داونز خلاص الامور اتحسمت، لان انا المواجهات المباشره بيني وبين سان داونز خلاص في صالح سان داونز. فانا اقصى حاجه ممكن اوصل لها 10، سان داونز حاليا 10، فانا هفترض انه خسر الماتشين حتى، فانا مش هقدر يعني اتجاوزوه خلاص، هو يعتبر صعد رسميا. الهلال لو عدى الرقم 10 ده هيعمله لو كسب الماتش الجاي، فبرضه يبقى تجاوزني. فانا عشان كده مفيش قدامي غير ان اكسب الماتشين والهلال ما يكسبش سان داونز، يا اما يتعادل يا اما سان داونز يكسب. وبعد كده كمان بقى ابتدي افكر في ماتشي مع الهلال، هل انا محتاج اكسب 1-0 بس، ولا محتاج اكسب 2-0 كمان، لان مواجهتي المباشره مع الهلال خسرانين 1-0 للاسف. احنا حطينا نفسنا في الموقف ده، لكن يعني خلينا نقول ان عندنا ثقه ان احنا اتحطينا في الموقف ده كتير وقدرنا نخرج منه، فاتمنى ان احنا نعرف نخرج منه المره دي كمان. ومش هتبقى غير بكده، غير ان احنا نكسب القطن، نستنى نشوف هيحصل ايه في ماتش سان داونز، وبعدها نقدر نحسم ماتش الهلال هنا وبنتيجه تسمح لنا بالتاهل. يا مسهل.